بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. محمد حمسيك رئيس الجمعية المهنية للتجار. هذه الجمعية المهنية للتجار التي ذأبت على تنظيم الملتقى السنوي للتاجر بتزنيت. جاء هذا الملتقى السنوي الخامس للتاجر بتزنيت بمشاركة مجموعة من الجمعيات على الصعيد الوطني، يعني أزيد من 17 جمعية. وقد أطره السيد المدير الجهوي للضمان الاجتماعي، والموضوع ديال هذا الملتقى هو التغطية الصحية للتاجر. كما كنعرفوا أن جميع القطاعات وجميع الحرف تم دمجها في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، إلا التاجر. هذا التاجر الذي الآن جينا في هذا الملتقى وخرجنا بتوصية للدفاع عن هذا الملف وطنيا، وغادي نوصلوا إن شاء الله هذا المطالب اللي باش خرجنا في هذا الملتقى. من بين التغطية الصحية تم التركيز عليها، هناك مجموعة من المشاكل ولكن تم التركيز على التغطية الصحية على أساس أن نرفعها إلى أعلى المستويات، قصد إدماج التاجر كذلك ليستفيد من التغطية الصحية هو وأسرته.